بعد إجراء المناقشة لرسالة الطالب قائد عبد الله سالم مقبل أبو سعد والموسومة ب دور الإدارة الاستراتيجية في تحسين الأداء المالي دراسة ميدانية في البنوك اليمنية، قررت لجنة المناقشة الآتي: قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ المناقشة. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بوصولي لهذه المرحلة الدراسية. نشكر كل من ساعدنا في هذه المرحلة وشكر من أعاننا بكلمة أو معلومة وغير ذلك. كمان نشكر من شاركني فرحتي في الأكاديمية ونشكر القيادة حق الأكاديمية على توفير الجو المناسب للدراسة العليا في محافظة مأرب. أنصح الطلاب الخريجين البكالوريوس الذين لم يقدروا يواصلوا تعليمهم العالي ومواصلة تعليمهم ويسلموا أفكارهم للظروف الذين يعيشها الاقتصادية وضعف الدخل. لأن لا ننتظر من أحد أن يجي يرفع بلدنا، غير العلم، غير الطلاب المتعلمين، غير الذين خرجين الأكاديميين، لا ننتظر أحد من الخارج أن ينفع بلدنا. نحن الذي بنقيم بلدنا، وكل ما أتعلمنا من شحت الظروف كل ما زاد العلم لنا وكل ما أبدعنا. الرجال الذي يخلقون في الشدة هم الذين يصنعون الرخاء.